حقق من خلالها النادي الأهلي ريادة تاريخية كبيرة جدا، بقى أول نادي في الشرق الأوسط يمتلك مطبوعة تتحدث باسمه، بقى أول كيان في مصر يصدر مطبوعة رياضية، فبالتالي حقق الأهلي هذا السبق التاريخي المهم جدا في مجال الإصدار الصحفي. بعد كل هذه السنوات جمهور الأهلي ارتبط بمجلة الأهلي، فرأت مجلة الأهلي في احتفال الأهلي بمرور 111 سنة على نشأته في العام الماضي إنه يكرم جمهوره، وما أروع أن يكرم الأهلي جمهور الأهلي، وما أجمل أن تحتفي مجلة الأهلي بقراء الأهلي. امبارح كان الفائزين أو كان الفائزون بمسابقة 111 سنة على نشأة النادي الأهلي على موعد مع جائزة زيارة النادي الأهلي. كان في مسابقة نشرت في العدد الشهري، النتيجة بتاعتها الفائزين ال 111 تم دعوتهم لقضاء يوم في النادي، ساعدوا جدا. عايز اقول لك انت امبارح يمكن زرتهم في بعض اللحظات قبل التمرين، انما حجم السعاده اللي عندهم، انا فيه واحد من رجال القوات المسلحه في المعاش جمال عبد المنعم قطب من طنطا، خرج من غرفه العمليات ايده قال لي انا ما كملتش علاجي في المستشفى عشان اجي النادي الاهلي، لقيت راجل كبير في السن الحاج عبد ربه جاي من اويسنا بكى اول ما دخل النادي، انا ما كنتش متخيل ان انا هموت من غير ما اخش النادي الاهلي. ست اسمها الحاجه صباح جايه من قفط انا عشان تزور النادي الاهلي. ده قصصه طبعا. صديقك مليجي حنكو، ما مليجي ويوحنا وكل الاهلاويه قد ايه كانت سعادتهم كبيره وهم في النادي الاهلي. ده الحاج جمال عبد المنعم مليجي جاب ولاده واحفاده ويحضروا التمرين ويتصوروا مع اللعيبه ويطمئنوا على مسيرة الفريق قبل ماتش القمة ويتجولوا داخل لكن النادي. لكن في سعادة حقيقية. أهو الحاج عبد ربه، ويزوروا النصب التذكاري ويقروا الفاتحة على أرواح شهداء النادي، ويتصوروا قدام دولاب البطولات وعند تمثال الكابتن صالح والكابتن تيتش. يعني السعادة الحقيقية إن مجلة الأهلي تحتفي بقراء الأهلي وتكرم. شوف واحد جايب مجموعة من الأعداد القديمة فخور باحتفاظه بيها. هي. فالناس بتمارس علاقة حب هايلة جدا وعواطف كبيرة. خلي بالك المجلة دي هي اللي أفرزت بعد كده كل الآليات الإعلامية بتاعتنا. همزة الوصل الأولى اللي مع جمهوره. فتحت النفشة إلى أن توصلنا إلى صحيح. موضوع القناة، ودي قصة نحكيها في يوم تاني. لأن قصة القناة دي عملية كانت صعبة جدا. وتطلبت مننا، وده الاستاذ ابراهيم منيسي والدكتور محمد العدل. الدكتور محمد العدل طبعا ده حرص شديد مننا كلنا ان احنا نلتقي ونسعد بلقاء جماهيرنا اللي تكبدت المشقه انها تيجي وتزور وتفرح بناديه. ليهم كل التحيه الحقيقه. هنشوف في التقرير البعض منهم عبر عن سعادته واتكلموا طبعا عن الفرصة الأفريقية واتكلموا عن بطولة الدوري واتكلموا عن لقاء القمة. شفتوا امبارح بعض التقارير في مع الزميل عبد الحميد حسن عن هذه الزيارة، لكن هنشوف في هذا التقرير انطباعات بعض من قراء الأهلي السعداء جدا بوجودهم في النادي الأهلي. بصراحة مفخرة للعرب والأفريقيا كلها، ومش مصر بس، لا للعرب كله والأفريقيا. وطبعا كان أحسن نادي في العالم، يعني كان حصل على بطولات 20 بطولة. احنا بنقول متشكرين وكتر خيركم، وده أحلى يوم بصراحة، أحلى يوم أنا في حياتي عن نفسي. يعني ده يوم من أسعد الأيام من الواحد يعني في أحضان النادي الأهلي، والحمد لله ان الواحد يعني وفق في المسابقه وكسب.
نقضي اليوم الجميل دوت في النادي الاهلي يعني. طبعا ده تاريخ اصلا ودي امجاد النادي الاهلي، والحمد لله ان الواحد يعني وفق ان هو كسب وحضر اليوم دوت في النادي الاهلي عشان يبقى في احضان النادي الاهلي وبطولاته وانجازاته يعني. متشكرين قوي على اداره النادي الاهلي وعلى المجله وعلى الاستاذ ابراهيم المنيسي، ويوم مش هيتنسي. انا عندي 72 سنه كان نفسي في اليوم ده، لان انا بموت في الاهلي 72 سنه، فيوم مش هنساه في حياتي. انا حجيت ورحت 7 عمرات النهارده، بضيف بقى حدث كبير، اموت وانا مرتاح والله النهارده. والف الف شكر للاستقبال والحفاوه اللي احنا اتقابلنا بها لحد الان، والله متشكرين قوي قوي قوي، الف شكر. بنشكر اداره الاهلي وبنشكر اداره المجله على التكريم اللي هو غير تقليدي بصراحه. اي تكريم قبل كده كان بيبقى عباره عن حاجات عينيه، انما النهارده يوم تاريخي بصراحه، ان احنا نيجي الاهلي ونحضر تاريخه. فبنشكر اداره الاهلي وبنشكر كل المسؤولين في النادي الاهلي. انا بقى لي 3 اشهر ما اتحركتش من السرير، بس اليوم ده اتحركت وجيت، لان الاهلي ده في دمي، نادي القرن، ويا رب يا رب يا رب يوم السبت نفرحه كلنا، ويعيش الاهلي ويحيا الاهلي ويحيى محمود الخطيب. انا بحمد ربنا وبشكر فضله بعد 68 سنه من عمري، ان انا كنت مواظب وانا في بدايه حياتي العسكريه ان انا باجي بستاد التتش ده في السبعينات بالكامل، بس بعد كده الحياه العسكريه خلتني ودخلت اكتوبر 73، والحمد لله والشكر لله حققنا النصر. ودايما الاهلي عودنا على النصر، وطول عمره مرفوع الراس بمبادئه وقيمه واخلاقه، ودايما باذن الله للامام. وبالتوفيق يا كابتن يا محمود يا خطيب، واحفظك ربنا ويحفظ مصر ان شاء الله. النادي الاهلي من النوادي العريقه جدا اللي الواحد بيعتز بيها، وبيعتز بالانديه بتاعتها، وبيعتز بكل حاجه فيها، لان انا من الثمانينات بصراحه، يعني من اواخر الثمانينات وانا في النادي الاهلي، انا وزوجي واولادي. سعيد جدا جدا، مع ان هي رابع مره لي اجي هنا في تكريم برضه قبل كده، ولكن احنا بشكر النادي الاهلي وبشكر الاستاذ محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، وبشكر اعضاء مجلس الاداره وكل الناس اللي موجودين في النادي المحترمين اللي قابلونا احسن مقابله وكرمونا احسن تكريم. وعقبال يا رب ونيجي دايما كده اهوت، ونيجي ان شاء الله واحنا واخدين الدوري وكاس افريقيا واخدين كل بطولات العالم ان شاء الله. طيب انا شايف الموضوع بطريقه من زاويه هذا هو قدر النادي الاهلي وقدره، ودي مكانته، وده تاثيره على الناس، ودول جماهيره، والسمت بتاعهم بيعكس المثل اللي استوحوه من النادي الاهلي. شوفوا الفخر اللي بيتكلموا بيه عن النادي الاهلي. شوفوا العلاقه الغير زائفه، الغير داخله في تفاصيل النصر والهزيمه، دخل في كيان النادي الاهلي ورمزيته. هذا هو دور النادي الاهلي، شوف حبهم للعيبه وتقدير اللعيبه ليهم. يعني الموضوع انا لو لعيب واشوف الناس دي لا يمكن ما تاثرش. ايوه يعني هم نزلوا وتصوروا معايا، قالوا لي ما تطلعش عشان عارفين ان انا المدرب صعب عليا. وصالح جمعه الحقيقه كانوا يعني فانت ان هم يتكلموا معايا. يعني انت استاذ ابراهيم الحقيقه احييك على هذا التفكير. الله يخليك، واحييهم على هذا الحرص على الحضور. لا ان شاء الله الشهر الجاي في ابريل برضو الذكرى الجديده لنشاه النادي لازم تبقى فيه حاجه كبيره زي كده باذن الله. باذن الله توصلنا مع الحاج جمال عبد المنعم مع سامي قمصان وده الاستاذ ابراهيم منيسي مع طارق سليمان ودي الحاجه اللي جت من حاجه جايه من قفط انا جايه بتوصل طارق على شريف اكرامي والشناوي. قلت لها هيخلي الاثنين يلعبوا الماتش الجاي مع بعض. فعلى كل حال يعني هذا كان يوم من الايام الجميله. يعني كنت حاسس كده من فرحه الناس بان النادي الاهلي ده فعلا
يعني بيمثل شيء رائع، شيء رائع، وهي دي الشاشة اللي أنا أحبها، هو ده المثل اللي أحب أقدمه، هي دي الرسالة اللي إحنا عايزين نتناقش فيها. الدخول في صراعات مباشرة ومهاترات لا يليق. وده بقى دول أحفادهم. يعني بص هو في التمرين بيتفرج على التمرين. أي أي برافو عليك يا اللي صبرت وصورت. بص أهو يعني عايش اللقطة قوي أهو. جات جول ده انبسط. إذا هكذا يحتفى بالأهلي، وهكذا يحتفي الأهلي بجماهيره، ويا رب من نصر إلى نصر بإذن الله. هي ديت لعلمك الأهلي كظاهرة اجتماعية، أنا كذا مرة أقول يا جماعة الأهلي أكثر من مجرد نادي. لا 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 طبعا، لأنه عبقريته أنه في القرن الماضي يأسسه النبلاء والنخبة الاجتماعية وقتها، ثم يتلقفه كل أبناء الشعب ويحتضن الجميع. يعني شوف طبيعة النشأة من الناحية الأرستقراطية الاجتماعية في مطلع القرن الماضي كانت عاملة إزاي، ويبقى نادي لكل الشعب. دول مثلا كانوا حريصين ان هم يزوروا النصب التذكاري ويقروا الفاتحه، طبعا ويقروا الفاتحه ترحما على ولادهم من جماهير النادي الاهلي، اللي يا رب نساله ان يحتسبهم شهداء عنده ويتجولوا بعد كده في كل، ويبقوا سعداء وفخورين جدا عند دولاب البطولات وهم بيتاملوا كل هذه الانجازات اللي عاشوها. يعني انت لما النادي الاهلي ده مش مزار والنبي، طبعا طبعا، يعني شوف تزور ايه ولا ايه ولا ايه، وتتصور مع ايه ولا ايه ولا ايه، وكل ايه من دول لها قصه صحيح تستطيع ان صحيح. يعني تسردها بفخر وتدي لك الهام لحاجه. طبعا الحفاظ على النادي الاهلي كان قضيتنا الرئيسيه استاذ ابراهيم، واسترداد قيمه وتقاليده وترسيخها. ما احناش مجرد نادي بيروح يكسب ويرجع. يعني العميد محمد مرجان برضو اهتم انه يرحب بيهم ويتصور معاهم قدام دولاب البطولات. فالحقيقه يعني هي دي لحظات السعاده لناس بتحب الاهلي بجد. يعني شوف الناس قالت لك ده الراجل الكبير الحاج عبد رب يقول لك عبد رب من وسنا قال لك كنت خايف لموت وما ادخلش النادي الاهلي. يعني شيء جميل وحاجة تفرح.